بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير هذه الآية والوقوف معها. قال الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هاتين الآيتين يبين الله سبحانه وتعالى ما ينبغي أو ما يجب على المسلم عندما يكون بينه وبين أحد من المسلمين نزاع أو سوء تفاهم، أنه يدفع ذلك بالتي هي أحسن. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. والتي هي أحسن هي الحسنة، وفي الآية الأخرى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يفعلون. وهذا يحصل فيه من الخير ومن التآلف ومن زوال الإحن والأحقاد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه، ولكن هذا يحتاج إلى صبر، لأن بعض الناس لا يصبر، فإذا واجه شيئا من المنازعات فإنه يقابلها بالسيئة، وهي الرد السيء من القول، وهذا ليس علاجا وإنما هو تشفي، ولا يكون له أثر طيب، وإنما هذا يثير النزاع وينمي الأحقاد. إنما التوجيه السليم هو الذي وجه الله به: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. فالحسنة لها آثار حميدة ولها عواقب طيبة، وأما السيئة فإن لها آثارا سيئة ولها عواقب غير حميدة. فهذا ما وجه الله به عباده المؤمنين، أن يسووا نزاعهم بالتي هي أحسن، وأن يتسامحوا، وأن ينسوا الأحقاد والمنازعات والخصومات. فهذا أطيب أثرا وأحسن عاقبة، كما قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فيجب على المسلمين الذين حولهم أن يتدخلوا في الإصلاح بينهم وتسوية النزاع المتنازعين، ويصلحوا ذات بينهم، وهذا أدب رباني له آثار حميدة وعواقب طيبة، وله
له أجور، فيه أجور عظيمة وخيرات كثيرة. فهذا ما يجب أن يتربى عليه المسلمون فيما بينهم، أن يعملوا على ما يبقي الأخوة بينهم ويبقي المودة بينهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهو أخوك وإن تنازعت معه في شيء، فهو أخوك، عليك أن تصلح ما بينك وبينه لتبقى الأخوة ويحصل الأجر ويلتئم الشمل. فهذا هو ما وجه الله جل وعلا به عباده عند النزاع فيما بينهم والخصومات فيما بينهم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة سلطان العتيبي على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بسماحته: 011-442-83-13 011-442-83-13. أرجو أن تكون الأسئلة واضحة أيضا ومختصرة وفي محيطنا الشرعي. هذا يسأل سوداني يا شيخ، يقول: ما هي المواقيت ومن الذي حددها، وإذا تجاوزها المحرم للحج أو العمرة؟ المواقيت هي الأمكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد الحج أو العمرة ألا يتجاوزها إلى مكة إلا وهو محرم بالنسك. هذه هي المواقيت، مواقيت مكانية، وهي خمسة: ميقات السيل الكبير لأهل نجد ومن جاء عن طريقهم، وذو الحليفة لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء عن طريقهم، وذات عرق لأهل العراق، ويلملم لأهل اليمن. هذه هي المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين من يريد منهم الحج أو العمرة ويمر عليها، فإنه لا يتعداها إلا وهو محرم، وإن حاذاها من الجو بالطائرات فيحرم من الجو، وإن حاذاها من البحر يحرم من البحر، وإن حاذاها من البر يحرم من محاذاتها. هذا هو الحكم الشرعي في هذه المواقيت لمن يريد الحج أو العمرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نحن مجموعة عند والدنا المريض وهو على الفراش وقد تجاوز 80، ونذكره الحقيقة بحرصنا على أوقات الصلاة، لكنه لا يركز في الصلاة ولا يستمع لما نقول فضيلة الشيخ ويخطي كثيرا، هل يلزمنا شيء غير ذلك؟ نعم، نبهوه عندما يحين وقت الصلاة ومروه بالصلاة وأعينوه على أدائها، وإذا حصل منه غفلة أو نسيان أو فإنه على حسب حاله، صلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أفضل شيء
يقول يقدمه المسلم في هذه الحياة هو تحقيق التوحيد، فما الفضل المترتب على ذلك؟ وما الأجر على المسلم إذا حقق التوحيد؟ وهل لابد من الإخلاص؟ نعم، لابد من الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل في العبادات. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يجب على المسلم أن يخلص نيته لله عز وجل، لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة، ولا يريد بها طمعا دنيويا. فالنية شرط في صحة العبادة، لأن تكون خالصة لله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. تقول أم سالم: يا شيخ، هل لعقوق الوالدة أو الوالد كفارة أو عمل صالح يكفره المسلم حتى يرضى الله عنه؟ إن كان والده حيا فإنه يطلب منه المسامحة ويتراجع عن العقوق وإلى البر، وإن كان ميتا فإنه يكثر من الدعاء له والاستغفار له والصدقة عنه، وبذلك قد يمحو الله عز وجل ما صدر منه في حق والديه أو أحدهما. وكذلك يحسن إلى أصدقائهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا بقي من بر الوالدين بعد موتهما قال: صلة القرابة التي لا توصل إلا بهما، والإحسان إلى أصدقائهما مع الدعاء لهما والصدقة عنهما والحج والعمرة لهما. كل هذا إذا تقبله الله يصل إلى الميت ويستفيد منه الميت. نعم. يقول هذا سوداني مقيم في جدة: أخذا بحديث أذكروا محاسن موتاكم، جرت العادة أن عند الدفن يا شيخ يأتي شخص ويذكر مناقب الميت وما عمل من الأعمال الطيبة، فهل لهذا أصل؟ هذا لا أصل له، ولكن المشروع عند دفن الميت وعند الفراغ من دفنه أن يوقف على قبره وأن يسأل الله له التثبيت، لأنه إذا وضع في لحده وسوي عليه التراب جاءه الملكان يسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيسأل الله له التثبيت. قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو الذي يشرع عند دفن الميت وبعد دفنه. نعم. نبدأ بالاتصالات وناخذ المتصل مفرح من أبها. تفضل يا مفرح. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله. الله يسلمكم. السؤال الأول: ما تفسير الآية نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا؟ طيب، والسؤال الثاني؟ تفسير السؤال الثاني. نعم، السؤال الثاني: ما أسباب منع إجابة الدعاء؟ طيب، والسؤال الثالث: ما الحكمة من مقولة عمر بن الخطاب: علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل؟ طيب، شكرا يا مفرح. نعم، وقبل الشيخ لا ينساني من الدعاء. شكرا مفرح. ما تفسير الآية يا شيخ: نحن قسمنا بينهم معيشتهم؟ نعم، الله قدر أرزاق العباد، قدر أرزاق العباد، وليسوا هم الذين يحصلون على الرزق بفعلهم وجهدهم، وإنما بتيسير الله. وأما الحركة وطلب الرزق هذا سبب، هذا سبب من الأسباب، ولكن المسبب هو الله جل وعلا. نعم. يسأل عن، يقول: هل هناك أسباب في منع إجابة الدعاء يا شيخ صالح؟
نعم، الاعتداء في الدعاء يمنع من قبول الدعاء، وكذلك الدعاء مع غفلة القلب وإنما يكون باللسان فقط، فهذا يسبب منع الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن. وكذلك أن يكون مأكله حلالا ومشربه حلالا وملبسه حرام وملبسه حلالا، لا بد من إطابة هذه الأشياء، وإلا فهذا مما يمنع الدعاء. إذا كان مطعمه من الحرام، مشربه من الحرام، وملبسه من الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: كالرجل يمد يديه: يا ربي يا رب، مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب لذلك. قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة أو تستجاب دعوتك. نعم. هل ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل؟ نعم، هذا مأثور، وهذه الأمور جيدة، تعليمهم السباحة والعوم في الماء، لأنهم قد يحتاجون إليها أو ينقذون غيرهم من وقع في الغرق. والرماية أيضا يحتاجون إليها للجهاد في سبيل الله والنكاية بالعدو، كذلك ركوب الخيل، لأن الخيل هي دواب الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهي تبقى إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، تليفون البرنامج يظهره المخرج على الحلقة على الشاشة لمن أراد الاتصال. فضيلة الشيخ، حديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. نعم، الله سبحانه وتعالى قدر أشياء إذا لم يحصل دعاء يدفعها فإنها يقع القدر، أما إذا حصل الدعاء فإن الله يرفع القدر، فهي مقادير مرتبة على الدعاء أو عدمه، فإن حصل الدعاء فإنه يدفع القدر بإذن الله، وإن لم يحصل فإن القضاء والقدر يقع. نعم. أحد الصحابة قال: اللهم إنا نستغيثك بعمنا أو بالعباس فأغثنا، ما الفرق بين الدعاء والاستغاثة؟ الاستغاثة آكد من الدعاء، الدعاء أعم والاستغاثة أخص، لأنها لا تكون إلا عند الشدة. والذي قاله عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نستغيث بنبيك فتسقينا، وإنا نستغيث بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعو. فقام العباس ودعا وهم يؤمنون، فأنزل الله عليهم المطر. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، أهل السنة والجماعة رحمهم الله، ما أقوالهم في إثبات اليدين والوجه لله عز وجل؟ أهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه من النقائص والعيوب، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا هو المنهج الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة. والصفات على قسمين: صفات معنوية كالعلم والقدرة والإرادة، وصفات ذاتية كالوجه واليدين والقدمين وما أشبه ذلك. نعم. معنا أبو عبد الرحمن من أبها، لديه مجموعة من الأسئلة. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل.
عندي 4 أسئلة الله يسلمك. السؤال الأول مختصر. السؤال الأول، والدتي كبيرة في السن ومرقدة في المستشفى لها 2 سنين ولا تعرف شيء ولا تقدر تصوم، فما أدري هل عليها طعام ولا ما عليها طعام. طيب السؤال الثاني. يعني مصافحة الزوجة، هل مثلا ينقض الوضوء؟ مصافحة الزوجة من الزوج؟ مصافحة المرأة الكبيرة في السن مثلا زوجة الخال، وإذا زرتهم مصافحة مثلا زوجة خالي هل ينقض الوضوء؟ طيب. السؤال الرابع، أنا دخلت المسجد وفي نحن مثلا مجموعة 2 أو 3 كذا، و في واحد يصلي منفردا، هل نأتم به ولا نصلي جماعة لحالنا؟ شكرا، شكرا يا عبد الرحمن. والدته يا شيخ صالح كبيرة في السن، لا تعي شيئا ولا تعرف الصلاة، هل على الأولاد كفارة أو طعام؟ إذا كانت لا تتصور الأشياء ولا تفهم الأشياء فليس عليها شيء، لأن هذا يتبع العقل، وما دام العقل ناقصا أو غير موجود فليس عليها شيء. نعم. مصافحة الزوجة هل ينقض الوضوء؟ مباشرة الزوجة بدون حائل بشهوة، إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، أما إذا كان بدون شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. نعم. إذا صافح الرجل زوجة خاله أو امرأة كبيرة في السن وكانوا كبارا، لا يصافحها، غير زوجته لا يصافحها، وإنما إذا أراد أن يسلم عليها يسلم عليها بالكلام ولا يصافحها. نعم. دخل المسجد يا شيخ فرأى شخص يصلي منفردا، هل يدخل معه في الصلاة؟ نعم، يدخل معه ولا يصلي منفردا، يدخل معه في الصلاة ليكونوا جماعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول، بعض الناس يترك الصلاة في مسجده ويذهب إلى جامع تصلى فيه الجنائز، ما حكم ذلك؟ مأجورين؟ لا بأس، لأنه يقصد الحصول على الأجر، أجر الصلاة على الجنائز وتشيع الجنائز، فله في ذلك الأجر. نعم. الذي عليه مجموعة يا شيخ من الديون، هل تزكى هذه الديون التي في ذمته؟ يزكيها صاحبها، يزكيها الداين، لأن هذا ماله فيزكيه. نعم. ما الفرق يا شيخ بين قولنا هذا شخص كريم وهذا مسرف؟ نعم، الكرم له حدود، الكرم له حدود، فإذا تجاوزها صار إسرافا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، كان بين ذلك قواما، يكون بين الإسراف وبين البخل توسط، هذا هو المنهج الوسط. نعم. هذا أبو إبراهيم يقول يا شيخ، نأتي في آخر الشهر مع العائلة إلى جدة، حيث لنا بيت في جدة، ونجلس 3 أيام ونصلي في بيتنا، ثم نحرم من جدة ونذهب إلى مكة. هم من الرياض. لا، الصلاة الإحرام من الميقات، إذا كنتم قادمين من الرياض بنية العمرة فأحرموا من الميقات الذي تمرون به، ولا تؤخروا الإحرام إلى جدة، لأن ميقاتكم هو الذي تمرون عليه في طريقكم من المواقيت 5، وإن تعديتموه فإنكم ترجعون إليه وتحرمون منه. نعم. من أين يحرمون شيخ؟ من السيل؟ من الميقات الذي يمرون به في طريقهم إلى مكة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، أنا والد هؤلاء الأولاد يذهبون معي إلى مكة، ونضع الطيب على ملابس الإحرام قبل عقد النية. لا تطيب ملابس الإحرام، وإذا كان فيها طيب يغسل، يجب غسله،
وإنما التطيب بالبدن فقط، إذا أراد أن يحرم يتطيب في بدنه لا في ثياب الإحرام. نعم. تفضل يا أبو محمد من المدينة. أبو محمد. هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ طيبين؟ الله يخليك، تفضل. عندي سؤال. تفضل. أنا اشتغلت عند واحد ولا أعطاني فلوس. نعم. وبعدين شو اسمه؟ قلت له، دق علي وقلت تعال خذ حقه. وقلت له لو تدفع لي 100 ما أخذها ولا سمحك فيها، أبغى أتعذبه. هي هل لي على شيء فيها ولا ما عليه؟ يا أخي خذ حقك فقط، خذ حقك الواجب عليه فقط، ولا تأخذ زيادة على ذلك. لا بس أنا ما أبغى أخذ حقي، أبغى يعذبه في الآخر. لا، إذا عرض عليك حقك وأسقطته قد أسقطته، أنت اللي فرطت في هذا. شكرا. يعني هو ما على الشيء. إذا عرض عليك حقك ولم تأخذه ما يكون عليه شيء. أيوه. هو يقول لي تعال خذ حقك، ما بيك تسمحني، خذ حقك، وأنا عيي أقول لا، أباه يعذبك. ما لا يا أخي، ما هو بهواك، لا تقول لا، يما خذ حقك ولا سامحه. لا لا، ماني لا مسامحه ولا أني أخذه. شكرا. هواك. شكرا. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم المغمي عليه ومن أخذ البنج والمنوم لمن فاتته من الصلوات السابقة؟ إذا صح من البنج أو من الغشوة التي أصابته فإنه يتوضأ ويصلي، يصلي ما فاته. نعم. هل يشرع يا شيخ صالح قضاء راتبة الظهر القبلية والبعدية بعد العصر للعذر؟ لا، سنة فات محلها، يقضيها بعد الفريضة. الراتبة القبلية قبل الظهر يقضيها بعد صلاة الظهر، وأما العصر فلا صلاة بعده. نعم. فضيلة الشيخ صالح، هذه تقول: أختي كانت في المستشفى وفي حال مرضها تركت الصلاة ثم ماتت، فهل يلزم الورثة شيء من القضاء؟ لا، الصلاة عمل بدني لا يصلي أحد عن أحد. نعم. هل للمرأة يا شيخ وهي في الصلاة في مصلاها أن تلتفت شيئا يسيرا للإطمئنان على طفليها؟ نعم، إذا كان الالتفات اليسير لحاجة فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ، حكم قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة، ما حكمه؟ لا بأس بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ، كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، هل ورد هذا الحديث؟ ورد لكنه بسند ضعيف، ولا شك أن اسم الله يبدأ به الأشياء الطيبة كالأكل والشرب واللباس ودخول البيت ودخول المسجد، هذا شيء طيب. نعم. يا شيخ، يردد بعض الناس وبعض العامة بأن الصبر نصف الإيمان. لا أعرف هذا. نعم. الصبر من الإيمان. ويقول يا شيخ، ورد حديث بأن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، الحديث صحيح، والله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، لا يريد بها رياء ولا سمعة، وإنما يبتغي بها وجه الله. الحديث صحيح. نعم. يقول الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم، هذا إبراهيم عليه السلام
هذه من صفاته العظيمة، إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة يقتدى به في الخير، قانتا لله أي مداوما على طاعة الله، أمة قانتا لله، حنيفا مقبلا على الله، حنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، ولم يكن من المشركين أن يتبرأ إبراهيم من المشركين، هذا فيه البراءة من المشركين والكفار لأنهم أعداء الله وأعداء المؤمنين، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل هل ورد شيء في صيام شعبان، وما حكم تخصيص الخامس عشر من شهر شعبان من كل سنة؟ تخصيص الخامس عشر فقط من شعبان هذا بدعة ولا يجوز، وأما الصيام من شعبان فهذا سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان إلا أنه كان لا يكمله وإنما يصوم غالبه. نعم. هذه السائلة أم إبراهيم تقول الشيخ ابنتي ألزمت نفسها بمجموعة من النذور ولكنها اعتلت صحتها ولم تستطع القيام بهذه النذور، فما السبيل إلى الإيفاء بذلك؟ تبقى في ذمتها، إن استطاعت فعل النذور تفعلها وإن لم تستطع فإنها تبقى في ذمتها. نعم. وإلزام الناس يا شيخ أنفسها. إذا كانت نذور طاعة، إذا كانت نذور طاعة. نعم. إلزام الناس أنفسهم بهذه النذور يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قال لا تنذروا، إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فالذي لا يعمل الطاعة إلا بنذر هذا بخيل، يفعل الطاعة بدون نذر وبدون إلزام لنفسه بذلك. نعم. حمدان من الدوادمي معنا على الخط، تفضل يا حمدان. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. يا أخي أنا بسأل الشيخ لو سمحت. تفضل. الحين أنا الصلاة الفريضة لما يؤمن إمام وأصلي أتكبر تكبيرة الإحرام بعده أقرأ في الركعة الأولى مثلا صلاة المغرب أو العشاء أقرأ صلاة سورة الفاتحة بعدها سورة ثانية من القرآن. طيب الثانية الركعة الأخيرة لما فيها قراءة جهرية أقرأ الحمد تكفيني بس ولا أقرأ بعد سورة ثانية بس؟ طيب شكرا، واضح سؤالك، شكرا. الله عليك. نعم، قراءة المأموم خلف الإمام مطلوبة ومأمور بها، ولكن في سكتات الإمام، في سكتات الإمام يقرأ في سكتات الإمام، وإذا قرأ الإمام فإنه يستمع له، قال جل وعلا وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه الآية نزلت في الصلاة إذا جهر الإمام. نعم. يقول السائل أبو عبد الله وهو إمام مسجد فضيلة الشيخ، الحقيقة هناك بعض الناس أرجو من سماحة شيخنا العلامة الفوزان أن يوجه في هذا السؤال، بعض الناس يا شيخ صالح يشككون في التقويم ويقولون فيه زيادة، احتاطوا لصلاة الفجر أو احتاطوا لصيامكم، وبعضهم يقولون فيه نقص، فما توجيه الشيخ في ذلك؟ أقول لا يلتفت إلى قول هؤلاء المشككين، تقويم أم القرى معتمد من الدولة ومجرب فيعتمد عليه مع مطالعة الوقت وعلامات الوقت، لكن هو تقويم معتمد ولا يشكك فيه إلا إما جاهل وإما أحد يريد التشويش على الناس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يكفي الشعور بالذنب عند توبتي، وهل تقبل توبتي، وما الشروط في ذلك؟ شروط التوبة معروفة، الإقلاع عن الذنب يعني ترك الذنب، والعزم أن لا يعود إليه، والندم على ما فات، ثلاثة شروط. نعم. هل المرأة الحائضة فضيلة الشيخ
هل لها أن تعزي في الجامع إذا ذهبت للصلاة لصلاة الجنائز؟ تعزي النساء، تعزي النساء قريبات الميت. نعم. تدخل المسجد يا شيخ؟ تقول أنها ذهبت إلى الجامع، بعضهم تروح للجامع تصلي على الميت، فتعزي قريبات الميت في الجامع أو في بيته أو إذا لقيت المصابة. نعم. حديث شيخ فاقرأوا ما تيسر منه، هل هذا في الصلاة أم في خارجها؟ لا، في الصلاة هذا، فاقرأوا ما تيسر منه، هذا في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، الجماع في رمضان للشاب وكان جاهلا منه، يا فضيلة الشيخ ماذا يلزمه الآن؟ يلزمه قضاء اليوم الذي جامع فيه، وتلزمه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، عتق رقبة لكن غير موجودة، يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. أبو عبد الله من القنفذة، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا فضيلة الشيخ الله يطول عمرك، والدي نعم الله يرحمه يوم جاب المنية بيموت، قلت له أشهد أن لا إله، أقول أشهد أن لا إله الله، وقررت عليه وقال أشهد أن، بس ما كمل الباقي. إن شاء الله يا شيخ أن هذه كتبت الشهادة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، كم مدة زوال الشمس المنهي عن الصلاة فيها؟ ما يتسع لصلاة زوال الشمس إذا صارت فوق الرؤوس، وقت لا يتسع لصلاة، ولكن إذا بدأ الظل من جهة المشرق فإنه قد زال، انتهى وقت النهي. نعم، وهذا وقت يسير. نعم. يقول يا شيخ السائل أبو عمار سماحة الشيخ الفوزان، وصول ثواب الأعمال التعبدية للميت هل فيها إجماع؟ نعم، الذي وردت به الأدلة يصل إذا تقبله الله، الدعاء، الصدقة، الحج والعمرة، هذه وردت السنة بأنها تنفع الميت بإذن الله. نعم. أيضا يسأل يا شيخ عن حكم أكل اللحوم التي لم يتأكد من طريقة ذبحها. إذا لم تتأكد اتركها، اللحوم اللي المحلية التي تذبح هنا كثيرة ولله الحمد كافية. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يقول سأسافر مع أختي للعلاج وسنمكث أكثر من 6 أشهر، بالنسبة للصلاة قرأت بأنني لي الجمع والقصر حتى عودتي. لا، هذا قاله بعض أهل العلم، لكنه مرجوح، والصواب أنه إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فقد انقطع السفر، فعليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، وعليه تماما، وعليه أن يصوم رمضان، لأن السفر انقطع بالإقامة التي تزيد على 4 أيام وهي منوية. نعم. أحسن الله إليكم. في كتاب شيخ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ما رأيكم في قراءته؟ كتاب جيد، هذا للإمام ابن القيم، كتاب جيد في الدعاء وأحكامه وشروطه وفضله. نعم. يقول شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فاتحا قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ نستفيد من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أن أهل مكة أخرجوه وآذوه وهددوه، ومع ذلك لما تمكن منهم وفتح الله له مكة قال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم.
قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يسأل عن حديث يا شيخ فيما معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. نعم، الحديث ثابت وصحيح، وفيه فضل الغرس والزرع، لأنه ينفع الله به من يتغذى منه. نعم. بعض الناس يقول السائل يا شيخ يطلق للسان العنان، فبماذا توصوننا بهذا الخصوص، وما هي مخاطر اللسان؟ اللسان مخاطره كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعلى المسلم أن يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بخير أو بكلام مباح. نعم. يقول الشيخ قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. أيضا يسأل عن هذا الحديث وعن معناه: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار. نعم، الحديث صحيح. فإذا سمعت أحدا يتكلم في أخيك فإنك تنكر عليه وتعتذر عن أخيك وتذب عنه. نعم. فضيلة الشيخ، جنودنا البواسل في الداخل والخارج لهم ضربات استباقية الحقيقة في محاربة الإرهاب وفي محاولة زعزعة أمن هذه البلاد. هذه الجهود المباركة تذكر فتشكر، ولعل لكم كلمة في ختام أيضا حلقتنا. نعم، جنود المسلمين في هذه البلاد إنهم على ثغرات عظيمة، ويواجهون أخطارا في سبيل حفظ الأمن والدفاع عن الإسلام والمسلمين، فلهم الأجر في ذلك، فعليهم أن يخلصوا النية، ونسأل الله لهم التثبيت. آمين. والإعانة والتوفيق. آمين. آمين. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي امتد معكم حتى الخامسة. شكرا لبقية الزملاء في مكتبة الشيخ، وشكرا للمصورين والمعدين والفنيين. هذا زميلي مخرج هذه الحلقة سلطان العتيبي، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.